نظم الاتحاد الفرعي لكرة القدم في الجبل الأخضر واللجنة الفرعية للتحكيم في الجبل الأخضر حفل تسليم الشارات الدولية للحكام التابعين للاتحاد الفرعي والذين تحصلوا عليها خلال هذا الموسم بعد اجتيازهم الاختبارات بتفوق، وهم المساعد الدولي عطية محمد والدولي داخل الصلاة علي بوشكاوة وحكم الوسط الدولي أحمد الشلماني. أني تحصلت على الشارة الدولية لهذا العام وإن شاء الله نكون قدها ونكون عند حسن ظن الجميع اللي حطوا فينا الثقة في هذه الشارة، ونحن ما جينا لنكملوا المسيرة إن شاء الله ونشرفوا ليبيا أحسن تشريف إن شاء الله. طبعا مسيرة الوالد عبد الحكيم الشلماني مسيرة كبيرة، مسيرة حافلة، إن شاء الله نتمنى أن نوصلوا النص اللي وصل له هو. الحفل الذي احتضنته مدينة البيضاء شهد حضور عدد كبير من حكام المنطقة الشرقية والعديد من الشخصيات الرياضية البارزة في منطقة الجبل الأخضر. توجب الشكر والتقدير لكل من ساهم معنا في إنجاح هذا الحفل. الحفل احتوى على عديد الفقرات، منها تكريم الحكام الدوليين وتوسيمهم، وكذلك تكريم العديد من الشخصيات اللي قدمت الكثير للتحكيم في جبل الأخضر وليبيا بصفة عامة، اللي منهم الحكم الدولي المتقاعد محمد عبد السلام بشكيوة، وكذلك الحكم الراحل رمضان الدعيسي، وتكريم بعض الجهات اللي قدمت وساهمت وقدمت الدعم للجنة الحكام الفرعية جبل الأخضر. في ختام الحفل تم تكريم الحكام المتحصلين على الشارات الدولية وتكريم عدد من الحكام السابقين بالجبل الأخضر، منهم الحكم الدولي محمد بشكيوة والراحل رمضان الدعيسي وكل من ساهم في نجاح هذه الاحتفالية.